يحكى في مزرعة جميلة مزينة بالأزهار والنباتات والأشجار المثمرة. كانت هناك حظيرة دجاج تعيش فيها مجموعة من الدجاج، وكان بينهن دجاجة صغيرة جميلة تدعى جوجة. كانت تتميز عن البقية كونها تحب التجوال واللعب والمرح في المزرعة. وذات مرة شهدت سرب من الطيور تحلق في السماء باسطة أجنحتها، فراحت جوجة تراقب كيف تحرك الطيور أجنحتها وتحلق في السماء، فأعجبها ذلك. حاولت أن تحلق مثلها ولكن لم تستطع، وحاولت مرة ثانية ولم تستطع، وظلت تحاول وتحاول لكن من دون جدوى. عادت جوجة إلى الحظيرة تعبة وحزينة، سألت باقي الدجاجات عن أمرها، فأخبرتهم أنها حاولت أن تطير ولكنها لم تستطع. راحت باقي الدجاجات تضحكن عليها، فأغضب ذلك جوجة. لا تحاولي يا جوجة، فنحن نمتلك أجنحة قصيرة وأوزاننا الثقيلة تمنعنا من التحليق عاليا، يقتصر طيراننا فقط على مستوى الأشجار والحجارة. سأطير وأحلق بعيدا، سأطير وسنرى من سيضحك في الأخير. وفي الصباح الباكر ومع بزوغ الشمس، رأت جوجة طيور تحط على منحدر عالي وأخرى تحلق في السماء، ففكرت أن المنحدر مناسب للطيران. سارعت الدجاجات خلفها منبهة، لكن جوجة كانت عنيدة ومصرة على تحقيق غايتها، فكان عليها أن تقفز من المنحدر في الهواء. حاولت بسط جناحيها الصغيرين لكنهما لا يستجيبان بشكل جيد. فشلت محاولة جوجة في الطيران، حيث سقطت بسرعة دون أن تكمل قفزتها. حاولت الدجاجات الإمساك بها ومساعدتها، لكن جوجة سقطت بقوة أسفل المنحدر وأصيب أحد جناحيها بجروح بليغة. وكانت هذه الحادثة التي جعلت جوجة لا تستطيع أن تتجول في المزرعة كما كانت تفعل من قبل، وذلك لأن جناحها قد أصيب إلى الأبد، فقد كانت عنيدة جدا ولم تسمع كلام ونصح باقي الدجاجات.